يا استاذ يا باشمهندس هو فين؟ احنا لسه الصباح مع الطوب. انا الازهرين اللي انت عاملها دي عايز ايه يا العين؟ جالك الموت يا طارق الصاره. انا قله الادب اللي على الصبح دي والاعوجاج والتسيب وهذا المصير. انت مش عارف بتكلم مين؟ وانت ما انتش عارف انت بتكلم مين؟ هكون بكلم مين يعني؟ راجل على باب الله. ساعي رئيس مجلس الاداره شخصيا. طز؟ طز في مين؟ طز فيه. مش من حقي اقول على نفسي طز ولا مره. طب اتفضل بقى كلم البيت، رئيس مجلس الاداره عايزك شخصيا. بتقول ايه؟ شخصيا. عايزني؟ انا مش مهم. ديك الحلاوه، ديك الحلاوه، ان شاء الله. يلا يا وش الساعه. ليك الحلاوة. ابقى قابلني، ابقى قابلني. صباح الخير يا عطاري. صباح الفل. اخر تكلمين. اخبار المانجا ايه يا هدف؟ ايه المانجا دي؟ اللي عندكم خوف ترلالي. ترلالي يا مان. بقول لك قول لامك المانجا بتسلم عن فراغي. هو ده؟ ايوه فندم. بلا فاخر، أنا محمود زاهر عبد الظاهر. ومدي شوية مش فضيلة، هتلك علي. ده مواد، هذه مداعة. أنا طلبت من مجلس الإدارة. أيوة. فاصلك. ها؟ لأنك عامل لي دوشة في المصنع والشركة. حضرتك فاكر نفسك عبقري زمانك؟ لا، مش بسات عبقري. اخلص. الأستاذ عبد السلام المدير العام طلب مني إنه أديك فرصة تانية علشان نخلص من العبطات اللي بتعملها دي. عبطات إيه؟ لا أنا عايز أفهم. اخلص. بلا ما أقول لك اخلص اخلص يا محمود. أنا فاهمك. ماشي. شوف لو ما مشيتش زي القالب وبطلت شغل الجنان بتاعك ده هفصلك. ده فرصتك الأخيرة بقى يا محمود. بس أنا عبد السلام بقى أنت هتنيمني ولا هتنيمني؟ يا فندم يا سعادة البيع أنا عايز أشرح لك، إديني فرصة أشرح لك. اتفضل. متشكر. يستر عارف. أنا قلت لك اتفضل. هات لي قهوة بسرعة يا سلام. اتفضل بره! بعدين الفيلم ما بيفهمش حاجة في الجيش. ايه؟ قصدي يعني حضرتك مش دارس يعني. بره! بره! محمود! أنا فين؟ ها؟ أنا فين؟ شرفت جهنم يا روح اللي جابوك.
مستر ابليس. انت فاكر الدنيا سايبه واعمل لي فاتك كمان. هاني حقوق الانسانيه تقدم عليا انياب. هاني عايز افهم. عايز تفهم؟ فهمني يا لذيذ. انا مستعد اضرب بالجزمه بس افهم اضرب ليه. هاني ما عدتش عايز افهم، سابك لضميرك يا حلوف. يا بيه انا عايز افهم، عايز حاجه تخش الدماغ قوي. مش قصدي. ايوه يا لذيذ. حرام عليك وانا عليك. مش ضيع حالي. انت فين يا استاذ؟ انت كنت فين؟ ده الضرب هنا كان بالركب. ده مش هو يا جماعه. ايه اللي انت عملتوه ده؟ مش هو؟ مش هو انا؟ مش هو عليا ولا بالكهرباء بتضربوني؟ ده مؤاخذه يا استاذ، مش انت المقصود، بس ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جاي؟ جاي شقيتي. شقيتك اللي فوق اللي زي دي. ده انا غلطت في الشقه. احنا كنا مستنيين ضيف عشان نرنه العلقه دي، لانه عديم الاخلاق بيعتدي على اعراض الناس. ايه دي؟ يعني هو يعتدي على اعراض الناس وياخد راحته وانا انطرد من كل الناس؟ ده منظر واحد بتاع نسوان يا بهايم. ما قلنا متاسفين. ما فيش متاسفين، انت تقول متاسفين انا اقبلها ولا ما اقبلهاش؟ ايه ده ولا ده؟ النفختين دول يا هلي بترضع عيون صغير، اطفال صغيرين يا هلي. ها ها ننزل ايدك، ننزل ايدك. ما قلنا متاسفين. ما قالك سوري بقى. سوري بلطجي مثقف. حقك علينا، ما تزعلش. ما تزعلش ايه؟ دماغك ابوسها. مش عايزين لما احنا بياخدنا، مش عايزين لما حد يندخل اسعاف الله يكرمك. انت هتلحن الامر. انت ايه اللي عمل فيك كده؟ هقول لكم ايه؟ ماني لو حكيت مش هتصدقوني. طب بس اسكت اسكت، على الاقل استريحنا من افكارك شويه. افكاري دي مش هتستريح منها يا باشمهندس عبد السلام، فاهمني؟ ها؟ والاختراع بتاعي هينجح باذن الله، الاختراع كله هنا، ها؟ مكنه قد كده اهو، اللي هتمشي العربيه زي ما انا عايز، والتجربه هتتعمل في ميعادها. ايه رايك بقى؟ هتتعمل ازاي بس وانت مدشش بالشكل ده؟ هتتعمل ازاي؟ ده انت مدشش. يا مستني جاي تتخانق معايا ولا جاي تتخانق معايا؟ جاي تديني انا مداش صحيح بس دماغي سليم. ايه رايك؟ دماغك ما هي دماغك دي اللي وديتك في داهيه، اللي دششتك وهتودينا في داهيه معاك. داهيه؟ عبقري زيي اعمل لكم عربيه تمشي بالميه وتقول لي تروحوا في داهيه يا جهله؟ يا ابني ميه ايه والباب ايه؟ لا مش هباب، ميه. يا ابني انت عايز تجنني؟ عايز تجنني؟ ده العالم كله ما قدرش يوصل للي انت عايز توصله ده في يوم وليله. يوم وليله؟ انت اللي بتقول الكلام ده يا عبد السلام بيه؟ يوم وليله؟ ده انا شغال في مصنعكم تسع سنين وانا في الثانويه العامه، دخلت كليه الهندسه عشان اطور نفسي، عشان اخترع حاجه تفيد مصنعكم وتفيد البلد، تقول لي يوم وليله؟ ايوه انا فاهم، بس انت صعبان عليا، ما تعيش في احلام. برضه بيقول لي احلام. انت بتكسر مقاديفي ليه؟ بتكسر مقاديفي ليه؟ لا انا بمجرد خروجي من المستشفى هخف وابقى صاد سليم، وهعمل التجربه هعملها وهتنجح. بس انت عليك تكلم لي رؤساء بتوع مجلس الاداره، وكلم لي الناس بتوع الشركه دول، المديرين بتوع الشركه الزفت بتاعتكم دي وخلاص. خلصت روحك، خلصت روحك. لا عليك ايه؟ خلصت روحك. انت هتجنني؟ هتجنني؟ هو انت عليك تخرف وانا هتهزع؟ رئيس مجلس الاداره ايه اللي هيجي لك اجتماع زي ايه؟ اسمح لي اقدم لك بوكيه الوردة باسم السادة الزملاء اعضاء اللجنة النقابية التي اتشرف. اقول لك ايه، انت هتعمل لي فيها خطبة؟ جاي يزورني في قرافة، طلع قرافة علي. هات يا اخويا الوردة، هات. يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، انتوا عارفين شايفينه هو مش قادر يتكلم. ايه يا عم مصير؟ مع السلامة. مع السلامة. طبعا لابسين لي بدل. ما شاء الله فرجت. طبعا هم يلموا على حسي في المصنع. يلموا، طلع لهم ب 200 جنيه، جايبين لي بوكيه 5 جنيه. انا هفضحك. اخلص، بقول لك ايه، هم كلمتين ورد غطاهم. التجربه هتتعمل وهتنجح، ورئيس مجلس الاداره هيجي غصب عنه ورجله فوق رقبته. يا اما انت عارفني، هشغل لك الخمسه الخفيف. ايوه عارف. الخمسه الخفيف خلاص. عارفهم الخمسه الخفيف والسته الطوال وكله. هطيح بيكم واحد واحد. طيب خلاص الف حمد لله على السلامه يا محمود بيه. انت جاي تخانق، انت عصبي جاي تخانق، وديني لما هم هشوف عامل فيك. صباح الخير. اهلا يا عيش. اهلا. الله، ايمانك يا بيضه. بيضه ولا سودة؟ شفتي يا عيش زمايلنا في المصنع عملوا ايه؟ جايين يحطموني ويكسروا مقاديفي. ولا يهمك يا حبيبي، بكره يعرفوا امتى. حسبي. ايه يا عيش عمال هتفاصي؟ ايه
يعني فكره كده ان الاختراع دي هينجح؟ طبعا يا حبيبي هتنجح ان شاء الله. انا مؤمنه بيك وبافكارك ايمان مطلق يا محمود. انت عبقري. ايوه ايوه، بس المهم يعني هطلع لهم لساني ان شاء الله. ان شاء الله. يا سلام يا سلام لو الاختراع ده نجح وكسر الدنيا واتلم انا وانت في بيت واحد والمدعو ابوكي لا مؤاخذه يعني معلش ما تزعليش يقتنع ان مقام البني ادم مش بفلوسه، لا بجزمته. اقصد براسه. طب خد خد دول. ايه دول؟ دول 4000 جنيه عشان تكمل صرف على تجربه. لا لا يا عائشه كفايه بقى كفايه، انا خدت منك كتير وبتكسف. يا حبيبي انت كل مره بتتكسف وكل مره بتاخد. صحيح. خلاص اللي مطمني ان انا بعيد عن نوتي وفي الاخر هدهم لي في علاير المليم. صبركم علي يا اولاد المصنع، صبركم علي. ان ما وريتكم انا حوريكم ان المهندس ابن الفلاح البسيط هيقلب الدنيا راسا على عقب يا اولاد الكلب. جاهزين يا فندم؟ طب يلا عشان انا مش فاضي. انت بتكبسي من اولها. لا مش فاضي ده. احنا بنعمل اخطر تجربه سيارات في القرن العشرين وتقول لي مش فاضي دي؟ معلش يا فندم، اصل من كتر الاختراعات مخه اتلحت شويه بقى ناقص خمسه. لا لا يا عبد السلام بقى، يعني مخي ما اتلحش وانت فاهم كويس قوي ان انا بتكلم صح. بس انت اللي خايف تتكلم دلوقتي علشان ما ياخرلكش العلاوي وما يسحبوش العربيه اللي بتوصل بيها العيال المدرسه. يلا خلصنا، انت هتزلني عشان اختراع اتفضل. حاضر يا عبد الجواد بان، حاضر. ان ما زليتك حالا دلوقتي على الملأ. خليك معايا عايشة، هطرح القضية. اشكركم يا حضرات لانكم اهتميتوا بعد 9 سنوات من التريقة والسخرية تقولوا عليا معتوه مجنون. انا هثبت لكم ان العبقري اللي بيشتغل في مصنعك يا عبد الجواد عمل ايه. تجربة بسيطة، سيارة هتمشي بالمية من غير جاز، من غير سمنتو، من غير اي سائل اخر. بالميه. عربيه تمشي بالميه وصحالي. هتمشي بالميه. الاختراع دي هيهز العالم عشان نخلص من مشاكل البترول، عشان نغير موازين العالم. ومصر هي اللي بتخترع العربيه دي، هي اللي تعملها وتصنعها. اما في هذه اللحظات العاسره لا يفوتني ان اشيد بالإنسانة اللي سندتني وساعدتني في نجاح هذه الإنسانة، الست عائشة. لو نظرت لها ودققت فيها مش هتلاقوها إنسانة، دي مش منظر إنساني. ايه بتبص على ايه؟ انا بقول مش إنسانة يعني ملاك مش حمار. لا يفوتني الا ان اشكر الآنسة، الآنسة عائشة، الآنسة الباضة الرغداء المدملكة. شكرا. يحب النبي يصلي عليه، يحب النبي يصلي. بس يا جماعة بس يا جماعة ما ينفعش كده، ما ينفعش كده. يلا خلصنا. التجربة اللي احنا بنعملها دي هتهز العالم. طبعا انت لا يهمك ان العالم يتهز ولا ما يتهزش، كل اللي يهمك ان بعد ما تنجح التجربة يعينوك وزير. خلاص بقى يا محمود اتفضل. عشان خاطرك انت بس يا عائشة، انت الوحيده اللي بحترمك في القعده دي. بسم الله الهادي. شوفوا حضرات، قبل ما ابدا اوريكم التجربه في شويه حاجات كده عايز اني افهمها لكم. ان البنزين اساسا كان بيتحط في التانك بتاعه وبتدور دوره كامله. احنا عايزين ازاي نحتفظ بالمي؟ عبد الجواد نمت يا عبد الجواد، اصحى. ايه 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 في ايه؟ سيادتك عامل لي مشغول وكل شويه تقول لي مش فاضي مش فاضي وجاي لي تنام. عيب يا محمود. الله، البيه مش نايم ده بيفقر. قصدي بيفقر. عيب عليه هو اللي عيب بقى. اخطر تجربه اللي بعملها فريد فيها عمري وتقول لي عيب ويجي ينام لي. ايه تهبيط الهمم ده؟ ها يا اخي خلصنا في نهارك اللي مش هيخلص ده. ثانيه واحده يا فندم بس. خلاص بقى يا محمود، خلاص بقى يا محمود، بلاش فضايح بقى وابتدي. الله، مش شايفه مناظرهم يا عائشه؟ مناظرهم كما لو كانوا رايحين جامع عمر مكرم، مش بيحضروا التجربه ناجحه. المفروض يجوا فرحانين ومزقطزين ومنتعشين. بعدين معاك بقى، ما كفايه عليك انا مبسوطه يا محمود. خلاص بقى عشان خاطر. ماشي ولا انت مبسوطه؟ خلاص. شوفوا حضرات، الجزء اللي هوريه لكم ده، الجزء دي
هو اساس الاختراع. بقيه المطار زي ما هو ما حصلش تغيير كتير، والجزء ده خاص بتحويل الطاقه المطلوبه العربيه من طاقه البترول لطاقه المي. طبعا انت ما انتش فاهم حاجه خالص، انا عارف. اللهم طولك يا روح، لولا ان انا عارف انه السيد وزير الصناعه مستني نتيجه التجربه كنت سبتك ومشيت. اهديه، يعني كمان جاي غصب من عنك يا محمود يا اخويا. انت حاطط ليه نقرك من نقر السيد رئيس مجلس الاداره؟ هو شكله على بعضه كده مش عاجبني. معلش عشان خاطري، معلش. يلا يلا اتكل على الله، يلا عايزين نتفرج بقى على حاجه حلوه. يلا يا حبيبي. طيب يلا صلاح، يلا بسم الله الهادي. بسم الله الهادي. استنى لما اقول لك يا صلاح. ها بسم الله. سمي يا صلاح، سمي المساله حصلت مش عارف. ماشي يلا اتكل على الله. بص كلات لا معلش لا مؤاخذه، هي بتحصل بتعالى ساعات. شغل يا صلاح. ايه مالك يا ايوه يا اخي، سلكه طالع مش طالع. يلا شغل يا صلاح. مفيش يا باشمهندس خالص. ها مفيش، مفيش زهق، مفيش خالص يا باشمهندس. واصل يا صلاح. مفيش يا باشمهندس. يعني ايه مفيش يا باشمهندس؟ اوعى صلاح، اوعى انت، اوعى بوشي. لا اشتغل اشتغل. معلش يا محمود، معلش مش مهم النهارده يا محمود، ابقى شغالها في اي يوم تاني. كان لازم تشتغل. فين؟ في المنام؟ يا سعادة البيع هتدور، اكيد هتدور، مش في المنام ولا حاجه، هتدور حالا. حضرتك عارف. عارف ايه؟ عامل لي مخترع وعبقري حضرتك؟ بقى بذمتك ده شكل واحد مخترع؟ ده شكل واحد هيقلب الكون؟ كفايه بقى بيه، كفايه. اخرس اخرس. انا تذلني؟ انا تفزعني وانا نايم؟ قصدي وانا بفكر. اخ لو كان في ايدي انه افصلك كنت فصلتك من زمان، لكن مع الاسف في قوانين عمل. لكن معلش هيجي اليوم اللي هتقع فيه واخلي اللي يتفرج عليك. اللي ما يشتري يتفرج. اللي ما يشتريش يتفرج. عارف عارف المخترع قال هزلت. يا فندم اعصابك لا تتجنن زي يا فندم. هزلت. ما يأس ازاي؟ ازاي يا عايشة؟ انت اللي حاسة بيه، انت عارفة مستقبلي في كل اللي بعمله دي. ضيعت 99 من عمري، هيتهزات بقيت ملطشة لكل واحد. دلوقتي هيتريقوا عليا اكتر. انا خلاص مش قادر استحمل، مش قادر. طب يا بابي انا فاشل، انا فاشل فاشل. خلاص بقى يا محمود. معلش يا حبيبي قومي عشان نمشي بقى عشان تستريح. خديني قبل ما يتريقوا علي بسرعه، مش عايز اشوف حد. الجدع لما يفشل لازم ينتحر. ايوه بسم الله الهادي. لا دي حتى تبقى موتة بايخه. اجزر اجزر اجزر، لسه هنقطع الشرايين، شرايين تتبهدل، تخر منها دم دم. يا ويعني لا يا سلام، لو كان عندي بانيو كنت غرقت نفسي فيه. لا لا برضه متبايخي وراها معنى سخيف. ما وزوا عليا يقولوا اني غرقت في شبر مي. طب اعمل ايه؟
بس لقيتي انت بزجاج صح. لا لا حاجه تخرب والدم يزرق ويبقى منظري بالبلي. لا ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ انا جبان جبان ما عنديش شجاعه اني اموت نفسي. طب اعمل ايه؟ لازم يكون في حل. الو ايوه عايش. لا ابدا مفيش مفيش. هكون عامل ايه يعني؟ عامل عيشه. طب وليه الياس ده بس يا عيشه؟ قصدي يا محمود عايزاني افشل الفشل الذريع دي وما يقاسش. ليه وانا قبلتي ايه؟ حلوه ده امل عمري ضاع ضاع يا عيشه. معلش يا محمود حاول تاني يا باشمهندس. مش هحاول خلاص. انا اتعقدت يا عيشه اتعقدت مش هحاول. الو الو محمود. عم ابو اليزيد هنا؟ مين اللي هيسأل عليه؟ اني انت مين؟ نقول له مين يعني؟ اني محمود زاهر عبد الظاهر من عند صفطيه. اوقف مكانك ما تتحركش. ماشي. نقول له محمود مين؟ محمود زاهر عبد الظاهر من عند صفطيه هو عارف. اوقف مكانك ما تتحركش. ماشي. عبد الظاهر مين؟ ابوي اني محمود وزاهر ابوي وعبد الظاهر جدي. اقول لك ايه؟ قول له حفظ مكاني. عارف ما تتحركش. ماشي. اثبت يا جدع اثبت يا اخوي اثبت. ماشي مستنيك جوا روح له. ماشي وقف مكان ما تتحركش. اقف كيف اقف كيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا يا سي محمود يا ابن الناس الافاضل. اهدي حضرتك لسه فاكرني؟ الله يرحم والدك وناسك نازلهم فضل علي. يا ما سرقنا منهم معيز. معيز بس. أنا عايز أتكلم معاك. قول قول يا حبيبي دول مش أغراض. بس أنا كنت عايز أتكلم كلمتين على انفراد. قوموا يا رجال قوموا. اجري يا صاحبي اعمل لنا كباب شاي. أنت تؤمر يا سيد الرجال. اقعد اتفضل. شاكر. أهلا أهلا مرحب. أنا واقع في ورطة وعارف ان مفيش حد هينجدني منها غيرك انت يا عم ابو اليزيد لانك راجل جدع. رقبتي سداده. لا انا مش عايز رقبتك. انا عايزك تاخد رقبتي تقطعها. واقطع رقبتك كيف؟ تموتني يعني. واموتك كيف؟ وباي طريقه تختارها. اها انا اول مره اشوف واحد يكري على نفسه يعني عايز يقطع رقبه نفسه. اصلك ما انتش فاهم بصراحه. انا محكوم عليا بالاعدام. اعدام؟ انا طلع عندي المرض البطال. يا ساتر يا رب. ايوه والدكاتره كلها قالوا لي انك هتموت بعد 4 اشهر يعني ميت ميت. طب ما تستهدى بالله
وتنتظر الاربع اشهر دول وتموت براحتك. انتظار الموت وحش يا عم ابو يزيد، بيموتني في اليوم 100 مره. عندك حق، الله يكون في عونك يا ولدي، بس دي شغلانه كبيره قوي، تودي في داهيه. تودي في داهيه وانت يهمك يا ابو يزيد؟ ده انت قتلت قتله معتبر، ده انت بتقتل وبتأزأز ليه؟ ايه الكلام ده؟ ده البلد كلها بتتكلم عنك وعن مصايبك السوداء. اشاعات يا ابني اشاعات، ده اللي زي الحمل الوديع. حمل وديع ولا عجل وديع؟ عني تايه عنك وفاكرني الحكومه هتخاف مني؟ انت تشرب الشاي وتتوكل على الله يا ابن الناس. اسمع بقى، انا جاي لك في بيزنس، عاجبك عاجبك مش عاجبك اشوف غيرك. انا عندي شقه هبيعها وادي لك 20,000 جنيه. بتقول كام؟ 20,000 جنيه. ادي 4,000 والباقي بعد ما تخلص العمليه. طب وانا ايش ضمني ناخد الباقي بعد ما تتوكل؟ ماني ليا خطيبه اسمها عايشه هتديك بقيه الفلوس، انا معرفها تسدد ديوني كلها. هو معقول؟ معقول خطيبتك تدفع ثمن قتلك؟ ما هي مش هتعرف انك انت اللي قتلتني. اتفضل ادي الكمبياله اهي. بس قول لي ايه، انت ليه ما قتلتش نفسك؟ فكان زماني خلصت. انا جيت لك عشان كده لاني جبان واخاف ما اقدرش اقتل قطه. انا عايزك بقى بصراحه تقتلني قتله غدر، موته غدر، بس ما احسش بالم. ومهما تحيلت عليك يا ابو يزيد، لو بوست ايدك بوست رجلك اوعى ترحمني، انت تذبح وخلاص. خلاص هنذبحك يا ولدي. الله يكرمك ويخليك. اتفضل ادي العنوان بتاعه يا عم ابو يزيد، بعد 3 ايام تكون عندي وقتلني. وبعد 3 ايام بالظبط، يعني يوم الخميس. عارف ليه؟ عشان اني بتفائل بيوم الخميس. طب وليه 3 ايام؟ طب ما نقتلك وعلى الاقل نيت منك هنا. ايوه مظبوط. لا بس انا عندي شغل كتير وعندي مشاوير كتير لازم اخلصها الاول. وخلي بالك انا جبان جبان جدا، يعني اتحايل عليك اقول لك في عارضك يا ابو يزيد، في طولك ابوس ايدك، ما يجعوا بيا، طخني اذبحني فرتكني. عندك حق عندك حق. طيب استاذن انا بقى. لا ما شربتش الشاي. لا تشربه في المياتم باذن الله. وزي ما بقول لك مش عايد عليك، مالكش دعوه بيا، مهما استرحمتك مهما تحيلت عليك طخني يعني طخني. اطمن احنا واخدين على الحاجات دي، هنقتلك براحتك. واني هدعي لك يجعل لك في كل خطوه جريمه باذن الله. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. الدنيا فانية. تزعلش. انت هتروح المكان اللي لا فيه وجع قلب ولا مرض بطال ولا يحزنوا. ايوه بس ابو لزيد انا مش عايز اوصيك، انا عايز موتة ابقى مستريح فيها ما احسش باي حاجة وانا بموت. اطمن رقبتي سدادة، احنا عندنا القتل كيف شكت الدبوس. انا سامع انا سامع سامع. مع السلامة. ربنا يبارك لك في ايدك. مع السلامة. اطمن. مش عايز اوصيك. هتتقتل براحتك. الله يكرمك. مع السلامة. محمود. قلت لك 100 مرة بس مش محمود. من هنا ورايح إلى اسمي عيش. يا حبيبي قلقتني عليك قوي. ده ربنا الأستاذ في التليفون ما بتردش. ممكن أعرف بقى بتحكي فين يا أستاذ؟ كنت في داهية. إيه الكلام الفارغ اللي أنت بتقوله ده؟ مش أنت محمود اللي أنا أعرفه. فين محمود الطموح الصبور؟ أنت عبقري. انت عارف ان ده رأي فيك طول عمرك ولازم تفضل عبقري يا محمود. لا انا فاشل. لازم تحاول تاني. مقدرش يا حبيبي. لازم تحاول تاني، اكيد في حاجه غلط في اللي انت عملته وما خدتش بالك منها. ازاي ازاي؟ الاختراع نظريا مظبوط، عمليا مظبوط، هندسيا مظبوط، لوغاريتمات وتكنولوجيا مظبوط، كل شيء متعلق بنظريتي مظبوط 1,000,000%. يبقى ايه اللي حصل يا عيش؟ مساله بسيطه في منتهى البساطه. انا موصل الاسلاك كلها صح، كل حاجة موصلة صح. ادي السلك ده هني ومع السلك ده هني، وموصل على شاحن البطارية عشان ياخد شحنة بسيطة من البطارية، ويا دوبك بس ارفع الزرار دي اللي فوق. لا تدور ما ضربش. ليه؟ ليه ما الموتور شغال يا عيشه؟ ايوه يا محمود. شغال ازاي؟ يعني هو ده دلوقتي؟ ايوه يا حبيبي ما هو قدامك اهو. قدامي ايه؟ يعني مش مستوعب يعني الموتور شغال. ايوه يا محمود. الموتور شغال. ايوه حبيبي. يعني زي ما اتفرجت وشغال بقوه الميه؟ ايوه يا محمود. انا بشتغل بالميه. ايوه شغال. استنى استنى ما تتصرف عليه، استنى استوعب. شغال بالميه على الاختراع. ايوه يعني هو دلوقتي داير وشغال. طبعا يا محمود. لا انا بحلم انا بحلم. يا حبيبي دي الحقيقة. الحقيقة ما هو داير، هو داير صوته باين، داير اشتغل. يبقى انا عبقري يا عيال. عبقري.
طري ابوسك ولا ابوسك انت حاضر يا عائشه اشتغلت بالميه ياخد الكيروسين والبترول كله والجاز عاشت الميه حره بي عاشت ميه النيل اللي شفت منها وخلتني عبقري هو فين هو ايه الزبده الزبده الطين عبد الجواد رئيس مجلس اداره اكيد في بيته طبعا تعال تعال نروح له يلا نروح له بسرعه محمود مش مهم لازم اصحابه من افاها لازم يجي يشوف التجربه اشتغل حلوه جميله كراسك زاقه عشان تشتغلي ماشي يلا يلا عايشه مش معقوله روح وقت متاخر عند الناس كده يا محمود مش مهم مش مهم يا عايشه مش مهم اهم جزء في التجربه من غيره ما تمشيش يلا بينا يلا حبيبتي طب وسيله أنا حضرت المقدم أمير الله مباحث جنائية لواء أمن مركزي محمود زاهر عبد الظاهر يعني إيه يا بيه؟ قال لي أنا مخبر يا بوي تفتحي بقك القوة جاية دلوقتي حالا ليكي مطبخ تخش فيه أنا مش عايز أقولك في رجلين معاهم فاهمة ولا لأ عبد الجواد في أوضة النوم أيوه يا بيه في أوضة النوم ولا كلمة احبسي نفسك في المطبخ ومهما حصل ما تفتحيش بابه يلا انقلب بسرعة بسرعة القوة جاية حالا عبد الجواد يا عبد الجواد تقريبا نيجي يا عبد الجواد اصحى اصحى فوق عبد الجواد اصحى عبد الجواد ايوه عبد الجواد اتاخر شويه الدنيا حر ايه ماجي يا انيسه انا مش انيسه انا جايه بشرك ايه ده ايه ده ايه ايه تعمل ايه ايه اللي جابك تعالى تعالى بره تعالى بره لمي نفسك يا انيسه تعالى بره بره انت اتجننت بتقعد يا عبد الجواد ايه اللي جابك هنا في ساعه زي دي يا مجنون وانا ايه بيني وبين مراتي امشي اطلع بره بره ده يعني اشحت منك بره يا حيوان مش طالع بره انت مستقبلك في ايدي يا عبد الجواد اسمع يا ابني احنا هنا مش في السرايا الصفراء احنا في في بيت محترم عشان البيت المحترم ده يفضل مفتوح تسمع كلامي تلبس هدومك وتنزل معايا انزل اروح في الساعه 3 الصبح تجربة نجحت يا تجربة ايه يا محتوه؟ خابط يفك الحمسين لك ما تخبطش يا عبد الجواد بقول لك هتنزل التجربة كسرت الدنيا كسرت الدنيا يا عبد الجواد انا جربتها في البيت الموتور اشتغل خبطت الخطة اشتغل على طول اشتغل بقول لك بعد ما التجربة دي هتنجح هبقى محط انظار المجتمع كله فاهمني؟ وساعتها هيبقى مستقبلك في ايدي ان ما تعادلتش معايا هشحتفك انت وانيسة واولادك فاهمني؟ جرايه يا استاذ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا مؤاخذة يا مدام انيسة هو اللي اجبرني عامله المعاملة السيئة دي اصله مش عارف مصلحته ما تصدقوا يا محمد يمكن الكلام اللي بيقوله ده مظبوط ولا ما كانش جه في وقت زي ده جرى ايه يا انيسة؟ بقول لك عامل التجربة دي 50 مرة وما نفعتش فشلت واني بقولها لك 100 مرة افهم بقى يا مخ تخين بقول لك نجح شفتها بعينك؟ اقول له ايه؟ اقول له انت ازاي مستعملها عايشة معاه ازاي؟ خلاص خلاص الصباح رباح مفيش صباح ولا رباح دلوقتي حالا تتصل برئيس الوزراء بالوزير بوكالة الانباء الشغل الاستاذ يعمل لك همه ده انت خلاص هتترقى وتنضف وتبقى بني ادم يوه يا مؤاخذة مدام اصل جوزك ده ما بيجيش غير بالسك على دماغه خش انت يا انيسه وانت بره يعني لو طلعت بره من هني هنزل على المسؤولين واحد واحد الف عليهم واخش اوض نومهم واقول لهم انك انت اللي بعتني انت عاوز توديني في داهيه يا مجنون خلاص اتصرف انت يا عائل اتصل بيهم خلاص خلاص هاخد معاهم بكره لكن تعرف لو الموتور الزفت بتاعك ممشيش انا هقتلك واخش فيك اللبان يا عبد الجواد ايه الالفاظ اللي انت بتقولها دي سبت ايه الصيع عيب استنى واحد واحد حتى رباطية عليا ولا ما اعرف اتكلم اسمح لنا بحديث صح ما لا حديث بلا ليلة لسه لما التكريمة تتعمل هتقعد تقره من اولها بس يا حبيبي او خش في عين احسن خش في عين ان شاء الله باذن الله ان شاء الله كل شيء بخير ان شاء الله كله بامر الله الحمد لله تمام ايه مالك يا محمود ابن خايف بس فرحان فرحان دي وعرفناها انما خايف من ايه بقى خايف البتاع المهببة دي النيلة دي ما تدورش ما تدورش ازاي بس ما يدارك ايوه مجرد هواجس هواجس يا عيش يا حبيبي انت لازم النهاردة تبقى اسعد واحد في الدنيا زي بالظبط
ايوه حاضر، ما انا بقى انا فرحان اهو. ابتسمي ابتسمي عشان الناس تخدي بقى. ممكن ناخد حديث منك يا باشمهندس؟ حاضر، بس بعد التجربه، بعد التجربه ان شاء الله. ما احبش المقاطعه بتشائم. عبد السلام. ايوه الله محمود. حاضر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا واسفين الازعاج. انا عارف انه سيادتك كان وراك سفريه. محمود بيه تعالى اكلم الافندي ده. من الافندي ده متهيألي شفته قبل كده. مين دي؟ ما اعرفش بس باين انه مهم قوي. ايوه يعني شفته دايما يقص شرايط في التلفزيون، مش كده؟ بيقص شرايط في المحلات بتاعه الجزم والعطاره. يا راجل محلات جزم ايه وعطاره ايه؟ ده بتاع محلات الاقمشه. ايوه ايوه هو بيقص. اروح له. اروح له. السلام عليكم. محمود يا فندم المخترع الكبير. اهلا يا ابني. اهلا وسهلا. ربنا يوفقك. الله يكرمك. ده احنا هنقلب الدنيا. اه طبعا يا فندم لازم نقلب الدنيا يا فندم، كله بفضل ربنا وفضل عبد الجواد بيه. هو ما عملش حاجه، بينفذ تعليمات. ده اداه ابنها. عبد السلام بتهك الدنيا لا قدام البيت المسؤول. خلاص دول عالم ارعجيه يا بابي. اه يا كلام يا كلام محمود. محمود انت مش ناوي تخطب النهارده ولا ايه؟ لا ان شاء الله هكتب كتابي على الست عيشه ان شاء الله. كتاب ايه؟ تخطب يعني تتحدث؟ لا مش هخطب. سيبكم الخطب بقى، انا لن اتحدث. هسيب عملي هو اللي يتكلم المره دي بالذات. مش هتكلم. لن اتكلم ولا اتحدث. سوف اصف التجربه العمليه هي التي تنطق بما اريد. نعم لن اتشنج ولن اتعاصى ولا اتحدث زي الذين يتحدثون عن مصر كما لو كانت كلها سلبيات. ان مصر بها ايجابيات، بها عبقريات باسه. اتركوا المجال يا ساده لهذه العبقريات الباسه كي تنطلق. نعم ان دول العالم ما يهمهاش ان مصر تتقاسم. مصر عظيمه وبصفه عظيمه. ايوه بسرعه شويه خلصنا. نعم سوف تتقدم مصر بعبقرياتها الباسه. والان ايها الساده فلنبدا التجربه. وفتح عينك تاكل مال بان فتح مال بان تاكل عينك وحصف عينك اللي مصادع النبي. سافة النبي. دمه زي العسل. هو عبقري صحيح بس خمسة. اتفضل يا ابني. ماشي ماشي سرباش. الله الهاد. يا دايون تعمل كده معاي؟ معلش. يا التالتة تابتة يعني دايما الصباح وصع صعبكم في الأول. ما تخافش عبد الجواد ما تخافش. قريتك يفرح يا محمود يفرح. خلاص تلقى ان شاء الله هتشتغل بإذن الله. منتظر تكسب من الجهاز ده ملايين الجنيهات. يا ترى هتودي الفلوس دي كلها فين؟ اعوذ بالله يا ناس يا شر كفايه قار. ما تبصليش بعين رضيه، شوف اللي دفع فيه. اعوذ بالله. يا كوفا مزن يا سن سماهو دي تبنى مش ده بعد نساوي شفت. ها ايه دي جنسيتها؟ ايه دي؟ بولنديه. طب بتقول لك تبيع الاختراع ده هو لشركه عالميه؟ انا طب انت بتسال، ما تسال انت. واخدها جنبيك منظري ولا منظري؟
لا طبعا، على مية مين يا ابني، على مية مين؟ الشركة المصرية، مصرية 100% هي اللي هتعمل العربية اللي بتمشي بالمية. لا ده احنا صاحيين ومفنجلين قوي لا مؤاخذة. عايشة عايشة تعالي عايشة في اللحظة. ثانية واحدة، عايزين نعرف. عايشة عايزين بس نعرف. عايزين 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 نعرف. بقول لك يا عيال، 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 بقول لك يا بالبيت. طبعا لابس لك احلى بدله، البدله اللي هي عشان خاطر عيونك. ما انا كمان يا حبيبي لابسه لك فستان. لابسه لابسه ايه؟ انت مش لابسه حاجه، استوري نفسك وحطي على خيبتك بجوه. لابسه كده محمود. المهم هاخدك دلوقتي وعشيكي في احلى محل جزم. نعم يا حبيبي. مقلب نايت كلاب، طلع على طول. يلا محمود. يلا ورا. بلاش اسكالوب، انت معطلنا ومش عارف اكلمها كلمتين على بعض. خلاص هات حمام، هات حمام. حاضر. لا 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 مش عايز حمام. والحمام عندهم هنا زي العصافير وحاجه. انت هتاخدنا في دوكا. لا بلاش حمام. سمك. ماشي ماشي، هات سمك. في سمك. فين سمك؟ لا عايزه جمبري. ارسي على حل يا عايشه. ماشي ماشي يا جمبري، ماشي يا جمبري. بس خلي بال حضرتك الجمبري هنا غالي شويه. ادي ايه اللي غالي ولا مش غالي؟ ده انا داخل على واسع يا ابني، انا جايبك منظر هيني. بس عارف ان انا مش هدفع المرات. لا ماشي يا جمبري، ماشي يا جمبري. اسمع اصل الاكل مش عايزين، احنا عايزين نقعد نتكلم، بلاش اكل. اسمع هات لنا اتنين خروب. نعم اتنين خروب. لا يا فندم هنا بقى مفيش خروب. خلاص ماشي يا اتنين عرق سوس. هقول لحضرتك حاجه، لما تبقى ترسو على حل تبقى اندهلي مش فضيلك. نفر 15 جنيه من غير العشاء. هندفع يا ابوي، ما عدا عشانك. ولازم يكون في بدل كمان. ايه؟ لازم يكونوا لابسين بدل. ليه؟ عجبكش خرجتنا؟ خرج يا رجال. بس عندنا البدل هنا بتتأجر. بس السلاح ممنوع. دي معلش، خد دي. اتفضلوا. يلا. Thank you.
ده ابو اليزيد. ابو اليزيد ده ايه؟ ابو اليزيد لا ما تموتنيش يا ابو اليزيد، مش عايز اموت، انا جاد في كلامي، انا عايز يزيد افهمني، اصل حصل ظروف، جات ظروف، اني اصلي اني اخترعت اختراع، قصدي اني خفيت من مرض البطال خلاص. ابو يزيد خد الفلوس كلها، هديك فلوس غيرها كمان، ما تموتنيش، ما تقتلنيش، اني بقيت ثروه قوميه يا غالي. ما ناخدش فلوس حرام، ما تخافش، هموتك براحتك. هم عايزين يموتوك ليه؟ وده وقته عايش، ده وقته، خلينا في اللي احنا فيه، انا مش فاهم الواد المتر ده ما جابش 10 جنيه دلوقتي ليه؟ ليه ما راحش البيت؟ لان ابو اليزيد عارف عنوانك وممكن يجي يقتلك. مظبوط؟ مظبوط. من فضلك عايزين نحجز اوضه باسم البيت. للاسف مفيش اوضه خالص، مفيش غير البرا سويت. برا سويت؟ خلاص. طيب مفيش مانع. لا لا مؤاخذة، يا عايشة يا عايشة بتاع سويت ده السويت، انا حينتي النظر اجيب منين يا عايشة؟ يا حبيبي انا معايا فلوس ما تحملش. ايوه بس على النوتة يا عايشة. ماشي يا دي النوتة. من فضلك مفتاح السويت. ايوه. شاكرين قوي. فينك؟ محمود زاهر عبد الظاهر معلوم. خلاص يا محمود خلاص، انا هديك كل الدنيا. ها يا طارق، انت عندك محمود دلوقتي؟ ما فيها طارق سويت. انت جاي لك يا طارق، خلي بالك من نفسك وانت ماشيه يا طارق. ما شاء الله. أي خدمة تانية؟ ها؟ أي خدمة حضرتك تاني؟ استنى استنى، أنت ابن حلال، أنت اللي دلتني على المكان، بتتعبوا بتشفوا، أنا عارف مرتباتكم بسيطة، ما بتحواش في حاجة. معقولة؟ أنا أي خدمة؟ لا متشكر. طب خلاص اتفضل، هتفرج عليا يا واد، اتفرج عليا، خليني في اللي أنا فيه. ما شاء الله. أي خمه؟ فين السرير؟ فين السرير؟ حرام على الكراسي. فين يا ناس؟ كل دي أوضة، كل ده سرير، ده تريند. إيه البراح والمقطع دي؟ في لوحدي؟ ما شاء الله، بسم الله، بسم الله ما شاء الله. يا هلال دستور. اهدي اهدي، كل ده حمام ما شاء الله، او الحمام دي يعمل له 3 عمارات اسكان فوق المتوسط. كل ده طيشت وفوت على الارض، يعني الواحد يستحمى ويلايف على الارض ما شاء الله. ها. ها. يا كبدو امك بيبو خسين. ايه ده؟ انتوا لسه صاحيين لغايه دلوقتي؟ مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا ماما. بحضرتك كنت عاوزانا ننام، وانت سهرانه بره نيوش الفجر. الله، من قايله لك يا ماما اني سهران، بس حد يسهر لغايه دلوقتي يا عيش يا بنتي.
بصراحة بقى يا بنتي الولد المجنون اللي انت ماشية وراه ده انا مش مستريحته. مجنون ايه بس يا بابا؟ ده واحد العالم كله بيقول عليه انه عبقري وحضرتك تقول عليه مجنون؟ عبقري على نفسه. انا المهم عندي في الموضوع انكم تتجوزوا، وبعد ما تتجوزوا اعملوا اللي انتوا عاوزينه وان شاء الله تاكلوا بعض. حاضر يا بابا ان شاء الله هقول. قصدي اطمن حضرتك خالص اللي انت عايزه هيحصل. صحيح بنات اخر الزمن. من باب السكرتير يا استاذ مهندس. اه الكلام ده كان زمان يا رخاله. كمان الخبر بيتعكد ايه؟ مش كده بس، مش محمود قلبك يا محمود، بنقول لك ممنوع. اقول لك ايوه. ايه اللي فيه ايه؟ فهموا يا محمد يا عبد الجواد ان الامل اللي انت فيها ونضاتها دي شبابها. لا 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 زعلت ولا ايه؟ لا ما زعلتش ولا حاجه، لكن الراجل دي قصدي عمله يا محمود. خلاص اهو واقف قدامك اهو، فهمه بقى انا في امين، يا اما هقول له انك راجل هايف ومنظر على الفاضي. طيب خلاص 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 اتفضل انت يا عبد الرحمن. حاضر. ايوه يا عبد الجواد تعال. نعم. اعمل لي فنجان قهوه بس بسرعه. حاضر. ايوه يا عبد الجواد تعال. نعم. ما تخليش حد يخش علينا. حاضر. يا عبد الجواد تعال. يا لهوي. نعم. ايه دي؟ مين قالك تخش علينا؟ انا مش هقول لك ما حدش يخش علينا. ما انت بتقول له روح وتعالى وروح. يلا روح هات يا حرش. ايوه يا عبد الجواد، انا كنت طالب منكم طلبات، يعني شغل. لا عايزين نعمل تجارب علشان ننتج السياره اللي هتهز العالم. انا مجهز لك كل حاجه ومستني اليوم ده بفروغ الصبر. هانت يا عبد الجواد هانت. بقول لك ايه؟ نعم. ما بلاش عبد الجواد دي. ما انا عايزني اقول لك ايه يا جليله؟ جليله؟ اه عايزني اقول لك يا سعاده الباشا، ده انت بجح قوي. طب 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 خلاص خلاص قول اللي انت عايزه، بس بلاش قدام الناس ارجوك. لا اقول اللي انا عايزه اقوله قدام كل الناس. ايه رايك بقى؟ فورك يا روح. ايه ده؟ قلت ايه؟ لا لا ولا حاجه، انا كنت بتاوي. بتاوي؟ جاي تسطح كمان في مكتبك يا عبد الجواد. طيب وريني رسوماتك يا ابني. رسومات اللي وريها لك مش هتفهم فيها يا عبد الجواد، انت مخك تخين. ما طيب 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 شوف طيب. حد كبير فاهم معاه. تعالى يا باشمهندس. افندم انا عايزك تنفذ الرسومات دي فورا. انفذ المفروض دي؟ طبعا انفذ. يلا اعمل لك كلمه يا عبد السلام. يلا عبد السلام على طول. طيب انا رايح مكتبك عبد الجواد، تجيب لي القهوه بنفسك هناك ولا تلتشف منها في الطريق. ها مش فاهمه راح فين بس محمود ده. انت رحت فين؟ انا قلبت عليك الدنيا، لسه جايه من المكتب وجيت اشوفك هنا. كنت عند اللي ما يتسمى. ما يتسمى ده ايه؟ ازيك يا عايشه؟ ازيك انت محمود؟ الحمد لله. رايا وسكينه عملوا فيك حاجه امبارح؟ وسكينه دول ايه؟ ابوك وامك ضايقوكي. هما دول رايا وسكينه يا حبيبي ولا يهمك. معلش هانت، المهم انت في حد ضايقك من جماعه اياهم دول امبارح؟ لا الحمد لله ما حصلش حاجه. انا مش عارف يا محمود انت كان جرالك ايه بس؟ كان مخك فين لما رحت تتفق مع ناس انهم يموتوك؟ انا لولا عارفه انك عبقري كنت قلت عليك مجنون رسمي. وايش ما تهزقنيش قدام العمال؟ ايه؟ وبعدين انا قست يا عايش، انا قست خلاص الدنيا سودت في عيني، ما لقيتش غير الحل دي، وبعدين لقيتش الراجل هيروح هدر، كنت هروح اوري وشي لابوك ازاي؟ اذا كان هو اوكي اصلا مش طايقني ولا معبرني. ما هي انت اللي كنت هتخسري يا عايش، كنت هتعنسي وتقشفي ويبقى منظرك عرفي. ده شكل واحده هتعمل ايه؟ دي بلاش بلاش حركات المنظره دي، العمال واقفين هيتب في عينهم رصاص. انت تعرف بس. لمي نفسك لمي نفسك، كنت كلك باين لمي نفسك. كلي باين ده ايه؟ بقى سيبينا في الكارثه اللي احنا فيها دلوقتي. يا حبيبي ما تقلقش، ما هم اكيد في الاخر هيتعبوا يزهقوا. مين اللي يزهق؟ يزهقوا ابو يزيد ورجالته، ده كفايه الواد زعتر والثمان بطاطات اللي معاه، اسكتي دول ما يزهقوش ابدا. خلاص بقى، الطريقه الوحيده مع قاتلين القتله دول ان احنا نبلغ البوليس. بوليس ده؟ ايه يا عائشة؟ ايه يا عائشة؟ عايزين اروح للبوليس اقول لهم اني مجنون؟ ده اللي يستمتع بالنجاح دلوقتي يا عائشة. يا حبيبي ما انت كمان حياتك مهمة. ايه؟ فعلا مهمة، على الأقل لغاية لما اخطبك وانقذك من العيلة اللي انت فيها دي. نستنى على بواختك. ايه؟ طب هتيجي امتى؟ اجي فين؟ البيت. اجي البيت اهبب ايه؟ لا ما انت لازم تيجي البيت يا حبيبي. اعمل ايه في البيت؟ مش انت قاتل بابا. وابوك هيبقى موجود؟ طبعا مش هتخطبني منه. ايوه صحيح ماشي ماشي، ايه رايك بكره؟ كويس قوي. خلاص حضروا لي تورتايه معتبره علشان الفريق بيبقى عامي. ايه؟ تورتايه وبس، عينيا ليك يا حبيبي. وتأيديها على النوتة برضو. ايوه هتقعدي تسيري معايا، انا عندي شغل يا استاذ. اتفضلي. انا كمان عندي شغل يا استاذ. اتفضلي يا روح الاستاذ. من فضلك مكتب الباشمهندس موجود فين؟ المكتب اللي هناك ده. هو موجود مش كده؟ لسه داخل المكتب حالا. صباح الخير. اسف. صباح النور. محمود بيه مش كده؟ تقريبا.
ممكن اهو. ما انت خلاص قعدت. ندخل في الموضوع مباشرة. يا ريت. اتفضل. انا عندي دعوة لسيادتك. دعوة؟ ايوه. دعوة مهمة من شخص مهم جدا جدا. جاي لك مخصوص من امريكا بلا برا. عشان اني؟ ايوه. بخصوص ايه؟ والله بالظبط بالظبط مش عارف، لكن بيرجوك ان المقابله تكون باسرع ما يمكن. لا معلش. اعتذر يا محمود. ليه؟ ده موضوع مهم جدا عشانك. اسف انا مش فاضيلك يا محمود. قلت لك مش فاضي. قلت لك اسف. اللي عايزني يجيلي. طيب ابلغه. بلغ يعني امشي؟ ما تمشي. استاذن. ما تستاذن، انا كنت ماسك فيك. مين الراجل اللي كان جالك ده؟ ده نسيت اقول لك، ده جاي لي في امر غريب جدا. تصور. لا ايه في ايه؟ انت لسه هتساليني. اهم اطلع وراهم. الحمد لله نفادنا بأعجوبة. والحل ايه يا محمود؟ هنفضل هربانين كده؟ مش عارف. المفروض اتفاهم مع الراجل دي. لازم افاهم الحمار دي، اني مش عايز اموت. ومادام حمار هتفهمه ازاي؟ صحيح. اول مرة في حياتي اشوف بني ادم مخلص في تأدية عمله. المهم دلوقتي انت اطلع استريح وانا هبقى اكلمك اطمن عليك. ما تيجي تغدي معايا؟ اتغدى ايه؟ ده انا ركبي سايبة. ما انا هغديك كوارع. النبي انت فايق. حاسبي على نفسك يا عيش. يا مؤاخذة غلطت في الأرض. لا يا أستاذ محمود، أنت ما غلطتش. أنت ما رضيتش تيجي تقابلني، جيت أقابلك أنا.
مستر جون ألان. ودخلت هنا ازاي؟ وهي دي مشكلة برضو مستر محمود؟ وإيش عرفكم أصلاً أنا نازل هنا في الأوتيل؟ داخل حد تاني يعرف ويطب عليا تبقى مصيبة. حد زي مين؟ زي اللي كان بيجري وراك بالعربية محمود دي؟ اهدي، ده أنت كنت مراقبيني بقى. بروبابلي، احتمال. احتمال، ده أنت ضقرم أنت ولاد الزقريدي دي. ده بكل تأكيد. دي مش مهم. المهم الموضوع اللي أنا جاي علشانه. هبسي. تريزي بو. بتطمن. مستر جون بس هو اللي يقدر يدخل هنا. مستر محمود، هاو ماتش؟ أنت عايز كام؟ أه؟ كام؟ كام أه؟ كام فلوس؟ عايز كام عشان تدينا الاختراع بتاعي أنت؟ ومين اللي قال لك إن هبيع الاختراع بتاعي؟ الاختراع دي أنا هديه لمصنعي، وبلدي هي اللي هتنتجه وتصنعه وتصدره لكل الدنيا، وإذا كان على الفلوس بلدي هي اللي هتديني. بس احنا بندفع اكتر كتير. 2 مليون دولار. لا 2 مليون دولار، والدولار ب 125 سار. احسبها 150 125 قرش. اه يا زئريت، دول تحت حساب. واني نمبر يو ويش، احنا تحت امرك. دول ما يهمهمش الفلوس، دي شركه كبيره قوي ويهمها انها تحافظ على اسمها وسمعتها. في طيارة مستنيك، إذا كان يحب يشرف على العملية بنفسك. كلام ده كله منوش فايدة، لأن بلدي هي اللي هتنتج العربية ومصنعي بالذات، وده آخر كلام عندي. I'm authorized to pay you 5 million dollars. بقول لك عنده تفويض يدفع لك 5 مليون دولار. I'm very sorry. 7 millions. قلنا نو. 15 million dollars. ولا ملايين العالم، رايح روحك. انت كده بيأثر على انتاج اكبر مصنع سيارات في عالم، وده مش ممكن يحصل. امبوسيبل. الزيارة انتهت يا مستر جون، وانتهى الدرس يا غبي يا زئريدي. انا هيدي لك فرصة يفكر. في طيارة جاهز and 15 مليون دولار in cash. يعني 15 مليون دولار من ابو 125 سار. نو no. No, 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 يا جون, no. You must know. You understand me? العربية دي اللي هتصنعها مصر وهتصنع هنا في مصر. مفيش مصنع من مصانع العالم هتقدر تاخد الاختراع ده مني. فاهمني؟ فاهمني يا جون يا دون؟ تكا الله معاه. خدوا اسحبوا. اسحبوا بسلبة. يلا بره من غير ما تروح بره. بره ما تقلدك ليش؟ ماشي على الكورنيش. يلا بره. دماغه زي حجر. ستوبد. والحل؟ انتوا ازاي تشتغلوا في الازرق زي ما انتوا بتقولوا؟ مش انتوا بتقولوا كده؟ اه مظبوط. خلاص، بتشوف لي حكايه الراجل اللي كان ماشي وراه بعربيه والبنت اللي كانت معاه دي. عايز اعرف كل حاجه ان فول ديتيل. اوكي. الاختراع دي لازم نكتب بالتمن، بالسرعه، بالذوق، بالاكل، طبعا باي طريقه. تقبلي الوعد ده يا عائشة، كنت فين؟ يعني هكون فين بس؟ ما أنا قاعدة هنا في البيت يا سي محمود. طب ما تيجي يا عائشة، أصل أنا قاعد لوحدي وحاسس إني محبوس مخنوق. أيوة في حاجات حاصلة. في راجل خواجي جالي بيساومني على إنه يشتري الاختراع. أيوة. ما أنا اكتشفت إنه له علاقة بالراجل اللي جالي المصنع، الراجل اللي صغنطوط الترانزستور الزئريدي دي. آه. عشان كده بقى. طيب اسمع، ما تيجي نسهر النهارده في النايت كلاب. لا لا، اللي هنا في الاوتيل. هي خلي امك تزغرط. عشيك يا عاش. بس بقول لك البسي لبس حشم. ولمي نفسك، لمي نفسك، لمي نفسك يا عاش. يا حبيبي، مفيش جورنال كبير في العالم ما اتكلمش على الاختراع بتاعك ده. لا، والمجلات كمان.
لو كلهم بيقولوا ان الاختراع ده هيقلب الدنيا مش بقيت يقفل كل مصانع السيارات اللي في العالم. طبعا يا عيشة دي مسألة صغيرة. لا انا كل اللي هميمني ان الاختراع ده هيخلي اسم مصر لفوق 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 اكبر من الدنيا كلها. انا اسعد انسان في الدنيا اسعد انسان يا عيشة. عارفة ليه يا عيشة؟ ليه؟ عارفة ليه؟ ليه؟ علشان انت جنبي حبيب. عشان انت جنبي ودايما جنبي يا عيشة. فيش حاجة ناقص علي عيشتي غير الراجل اللي اسمه ابو اليزيد دي. الله يخرب بيته. رقاصة في رقاصة في المركز يا عيشة. Thank you.
دي ايه السهر الجميل دي؟ ليلة ولا كل الليالي يا ليالي؟ ايه السهر دي؟ كان عندي بنت اسمها عيش تضرب بلانس بوستان يطير اتغلب النهار زي يسيرو اتكتك تكتك المية دي الميلاتشان وطفي نار البردان يا حلاوتي المية والبانيو مليان البانيو مليان ستاير النسيان نزلت بقى لها زمان يا بتاع الرمان رمانة خربان يا بتاع الرمان رمانة خربان ادي انا انت مين احنا المعلمين معلمين ادي اللي جابك هنا وبتسحبي بغزل البنات بغزل البنات يا حوستك يا حوستك يا محمود يا زاهر يا عبد الظاهر دي بنت اخر هذه الحوسه مفاجأة مش كده؟ هي مفاجأة بعقل طبعا مفاجأة لما قلت هاني 100% في غلط في الأوضة لا مفيش مفيش زي طب انت مين؟ أنا سونيا سونيا ولا سوبيا بالقرفة مين يعني؟ واحدة زي القمر ايوه زي القمر ما قلناش حاجة بس دخلت هنا ازاي؟ يمكن الحمام مشترك بيني؟ وايه المانع؟ لا مفيش مانع ولا حاجة بس نرتبها مع بعضينا عشان انت تخشي مرة ونخشي مرة ما نكسرش حياة بعض دمك خفيف قوي يا مضروب يا دير النبي ترتيب ايه ده تعمل ايه؟ أستر نفسي استهاني ما الله يسترها معاك أستر نفسي عايز أخرج تخرج تروح فين؟ أنا مش عاجباك ولا ايه؟ لا انا ما قلتش حاجه انت تعجبي الباشا بس لا مؤاخذه يعني انت المستقبل قدامك اخضر لسه وبعدين تبوظي اخلاقك خايف عليكي وبعدين لا مؤاخذه استعاني لا مؤاخذه لا مؤاخذه هنقضي الليله سوا اهل القرارات السريعه دي مين ومين؟ انا وانت لا معجبه مين؟ كل حاجه فيك عاجباني استهاني انت شايفه غلط انت شايفه المسائل سكوب انما يعني لو بدقتي حاسبي ساتر حاسبي ساتر يا حاسبي فاول فاول يا حاكم يا انيسي يا انيسي انا في عرضك استوري عرضي انت ما عندكيش ولايه ولا ايه؟ من ساعه ما عينيا وقعت عليك وانا مش قادره اقاوم رجولتك الكلام ده مزمزال انا في عرضك في عرضك انت اصلك مش عارف قيمه نفسك ها الكلام اللي بتقوليه ده مزمزال في عرضك يعني امشي لا امشي انا امشي احسن كده امشي لا مؤاخذة المفروض البس القميص الاول ثانية واحدة ايوه انا ماشي تعب ما تمش ها ماشي تعب هنا وانا ماشي امشي انت حر امشي وامشي لا امشي لا اللي عايز يمشي يمشي هو انا ما بمشيش انا مش عارف يخرب بيتك وبتعيشتك الو ايه يا محمود انت فين يا حبيبي الله انت نايم ولا ايه لا ابدا مش نايم امال بتعمل ايه ابدا اني 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 بعرف كتاب نعم بتعمل ايه بعرف كتاب كتاب ايه ده يا حبيبي كتاب في الذرة اما الذرة دي يا عايشة الذرة دي اتضح انها ليها حق في البلاوي المتال تلا اللي بتعملها في الناس يا لهوي الله ايه اللي بيترقى عندك ده يا محمود ما هي دي الذرة يا عايشة الذرة بتترقى اصل الذرة مولعة يا عايشة مولعة والله ما انا فاهمة حاجة من اللي بتقوله لكن قولي الكتاب ده لقيته فين لقيته في البانيو قصدي في الاوتيل
الظاهر يا عائشة انهم بيدوا على كل اوضة كتاب. ايوه يعني تاخدي الاوضة بكتابها. انما كتاب ايه؟ ويلها يا عائشة ويلها. خرابي ايه دي؟ ايه دي؟ نهايته اسيبك تخلص الكتاب. داني هخلص لك على الكتاب كله صفحة صفحة ويمكن الاقعه. تصبح على خير يا حبيبي. باي باي. بقول ايه؟ مش ناخد كاس الاول؟ كاس كاس بس ده كاس والدوري والاولمبياد كمان. يلا ادي ادي يا ناس قاعدة صواريخ متنقلة. ادي ويسكي ليلتنا اطلاع وثقافة. اشرب ويسكي اشرب ويسكي اشرب ويسكي اشرب ويسكي خلي يومك طين. اديها هادي خلاص. يا ليل يا عيني يا عيني يا 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 ليل يا مزوقين الحلاوة كل ساعة لون سر الجمال في الحلاوة والمش مهم اللون. الشنطة فاضية يا روح خالتك. فاكراني كرودي الاختراع في الحفظ والصون يا حلو انت. غلبتني. شكري. شكان. وبالشمال كمان ماشي. يا صايعه انت هاد الضربات يا متغزية كل ده يطلع منك. يخرب بيتك. انا كده واوا. خلينا حلوين خلينا حلوين مع بعض بقى بلاش نظرة تقل دي. خلاص سوري. لا ما نمسوري خلاص احنا اخوات. شو تتكلم ازاي احنا اخوات وخليكي نعمة معايا. خليكي نعمة معايا بيتك كده. انت ما ضربتش فيك ليلة امبارح. لا لا انا سكت لك قوي بقى رخص. انتوا عليه دي حضن كبير بقى حضن كبير بقى حضن. تعاليلي تعاليلي يا مخدتي تعاليلي يا مخدتي يا مريحاني تعاليلي. أنا يخش عليها شغلها جايز دي اهو الاختراع الجميل. اذا كنت انت سونيا أنا معايا الفوني. ايه الاخبار؟ ده مش بني ادم ده خطير. بس هروح مننا فين؟ Thank you.
انا لازم انبه محمود. يعني لازم شغل الجنان بتاعك ده يا محمود يا مش هتفني. اوه اي ام سوري. عايز افهم. لاني مش هيجي اتجازي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده كلام جميل وميت فل وعاشة، بس انا مش فاهم حاجة. تجازي هنا تجازي نهيكة تنهينا ها تشوتا نهين بنهين دهين ده بهادا. ما انا بنعرف نقوله زي بعض برضه، بس عايز افهم. تجازي هيا بتاعت كوتشانة ايه وطاولة ايه يا راجل انت؟ اني مستعد الضريب، انا ما عنديش اي حرج ولا خجل، بس اني عايز افهم. يا جبال ايدك ناشفه. انت هتشتغل في الهجاء يا سلام، انت لا هتشتغل في الهجاء يا سلام، ده انت نص خناقتكم كلام. لا انا هشتغل لك في الخفاف. لا ده احنا مصريين وحلوين قوي، فاهمني ولا لا؟ هتعمل لي شويتين هعملهم لك. كده البطلان، كده البطلان. كده القميص بتجري واحد امك. ايه الشعر الجميل؟ عايشة عايشة. ايه مالك يا حبيبي مالك؟ حاسب الهدوم تكار مش شايفة عايشة؟ العالم كله بيضرب فيا من الصعيد لاخر العالم بيضرب فيا الجوبة ده. لو وطوي هدومي. معلش يا حبيبي معلش، تعال تعال حبيبي معانا. حاسبي هربيتو يا عايشة هربيتو، خلاني بماذا هدومي وعايز يسأل اختراع. اختراع اختراع اختراع. اوه يا عاش داني محمود زاهر عبد الظاهر يخميني هاني ويسأل اختراع، طول ما هو ملزوق في جلدي مش هيفارقني. الحمد لله يا حبيبي. سوقي سوقي يا عاشة سوقي، لا ياباني ولا غيره. ودياني فين؟ ودياك بقى تعمل مساج وساونا وتخرج فايق على الاخر. اخدوش يا سلام، الواحد بقى فيش يا سلام. ايه الساونة العجيبة دي والمساج؟ اول ما دخلوني هشملوا مساج افتكرتهم ضروري، كنت هطبع فيهم ضغط. خدوا عظمي شو لبسوني عاملين زي رجل مطافش. ايوه بس ايه حكاية تأخير ابو يزيد دي؟ لسه واقف على باب المصنع، انا كنت ناقصه. يا محمود انا قلت لك لازم تبلغ البوليس عشان ينقذ على الراجل المجنون ده، وكمان عشان يحموك من اللي بيحصل. انت دلوقتي شخصيه مهمه. يا عيشه انا ممكن ابلغ البوليس والناس الاجانب، ما عنديش مانع، بس هم فين؟ اروح البوليس اقول لهم مين ولا مين دول؟ كده بيطردوني كده. يلا يا عيشه على رايك. يلا قبل ما تقع. طب على ايه يا محمود نبلغ البوليس بالنسبه لابو يزيد؟ ابلغ البوليس ازاي؟ عايزهم يقولوا عليا مجنون. يا حبيبي يقولوا عليك مجنون احسن ما تموت في طيس. لا لا يا عيشه بصراحة بقى أنا إن ما متش على إيد أبو يزيد هموت على إيد الغرب، ويبقى كده زيدنا في دين أحسن. يا محمود أنت بتهزر؟ هو أنا حبيبي أقدر أعيش من غيرك ثانية واحدة؟ طيب زقريدة بلاش السواكة دي. صحيح يا زقريدة أنت بتحبيني؟ طبعا يا حبيبي. طب بلاش النعومية دي أحسن، ضميري هيأنبني على اللي عملته إمبارح. ليه؟ هو حصل إيه لسه إمبارح؟ لا مفيش حاجة. لا اصلاني امبارح اسكوتي مش مسكت كتاب الزر وقعدت اقرا فيه. كتاب في الزر. ايوه. طب خلينا بقى في موضوعنا يا حبيبي. ايوه. خلاص هنبلغ البوليس. البوليس اللي طلع عليك ده عايش البوليس ده. خلينا احنا بقى في الاهم.
هاجي تروحي البيت عندي تجيبي لي اي هدوم البسها، انا هدومي قرحت واتقطعت واتبهدلت، ده الراجل بتاع الساو ده لمهم لي في وشي بطول دراعه ما طاقش يدهم لي. يا بنتي ضربت ضرب يا ديريني فوق دماغي انا كسرت الدنيا كله في ده في ده الاختراع. خدي يا حبيبتي اروح انا اجيب لك الهدوم. بقول لك ايه، خلي بالك من نفسك يا حبيبي على ما رجعت. تعال ايه توت يا انت، خلي بالك من نفسك يا حبيبي. لا قولها لي بغموس مش حاب. تعال باي 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 باي. ميشن في مأمورية. مأمورية؟ مأمورية ايه يا جدعان؟ مستنيينك، حضرتك هتيجي معانا. اجي معاكم فين؟ مشوار صغير. يا سلام ببساطة كده تبقوا إزرافات. بصراحة ما اضمنلكيش الكونسيكونس. نعم. أقصد العواقب. خواجة وبطول عواقب انت ايه متربي في التفسية؟ أنا شايف إنك بتهزري مع إنك في أزمة. In a very bad situation. يا سلام لا مش قوي كده يعني. واحد فين دي؟ بالله. الو مين؟ ايوه انا طبعا. امال هيكون مين؟ لا مش موجوده في الشغل. بس يعني كنت بسال، يعني هي ما جاتلكمش تاخد حاجه من عندكم كده ولا كده؟ تاخد حاجه زي ايه يعني؟ بتتعصب عليا ليه؟ بشتغل عندك ايه؟ خلاص ما تقلقوش انتوا، المهم انتوا ما تقلقوش، انا هدور عليها يا عمي. عندك يا اخي عمك دبل. انت بتقفل السكه في وشي؟ تقفل السكه في وشي؟ منك لله منك لله. عارف سايباني لوحدي وراحت فين دي؟ راحت بني داهيه ولا مصيبه؟ انجينير محمود عبد الظاهر. ياس ايوان. انا هخش معاك في الموضوع على طول. احنا جينا لك الاول بالسوء. And I'm very sorry انت اضطرتنا نخش معاك مدخل تاني. احنا تحت ايدنا دلوقتي مس عيشة، اظن تعرفها كويس. بتقول ايه؟ طيب اكلمها. الدبان الازرق مش هيعرف لها طريق جرة. جري تعرف تقول جري يا جربان؟ مفيش قدامك غير سكه واحد عشان تنقذ حياتها، ده اذا كان يهمك امرها. طيب اديني عايش. احنا التعليمات عندنا واضحه، واذا ما جبتش الاختراع بالكامل قبل الساعه 4 هنخلص عليها. عايز اكلم عايش. في عربيه هتجيلك الساعه 4 قدام الاوتيل at 4 o'clock sharp، هتجيبك وتجيب الاختراع معاك، مفهوم؟ عايز اكلمها يا جون. جاني ده انا اكلمها. مفيش مانع هاتوها. محمود انا عايزه يا محمود. ما تجيش يا حبيبي ما تجيش، انا كنت عايزه اضحي بنفسي يا محمود. تضحي بنفسك ازاي يا عائشه؟ انت اتخربشتي في مخي. احنا ما بنهزرش، العربيه هتجيلك الساعه 4 اكزاكتلي، ومن هنا للساعه 4 فكر زي ما انت عايز. I don't know.
اهدي قبل ما شاور للتاكسي وقافلي ما شاء الله ده ولا شغل السيمه. اطلع دغري. انت مال اهلك؟ قالت ايه ولا بقى؟ طب بقولك ايه، فين بس الورق عشان تصماته وبراءه اختراع؟ لا ورق ولا تصمات ولا براءه اختراع ولا زيت. وابعد عن وشي لكرمشهولك. الله برجلي مسلوخه جوه. اه جوه بيحبني. اهلا يا محمود. اهلا. انت فين؟ احنا قلبنا عليك الدنيا. اديت الاوراق الاخيره للاستاذ عبد السلام. ايه الشياكه دي يا محمود؟ ايه دي؟ بتضحك ليك؟ نفسي تضحك. انت دايما بتضطهدني ليه يا محمود؟ عشان لما عاوزك بيلي ما انتش عارف بالكارثه والمصيبه اللي فيه. ايه حصل ايه؟ جماعه الدرجات اللي بيتفضلوا عايزين ياخدوا مني براءه الاختراع. انا عارف ان كل الناس بتقلب عليك الدنيا ولا يهمك. انت وشلوت. شلوت ايه؟ انا اللي خدت شلوت. ليه؟ خطفوا عيشي. ايه؟ بتقوى منك ليه؟ الان زي ما بقول لك كده هي وخطفوها وبيهددوني بقتليه لو ما سلمتهمش اختراع. خلاص نبقى البوليس حاضر. بوليس ايه اختراع؟ بوليس قال دي مافيا. مافيا دي عامله حسابها على كل صغيره وكبيره، واي غلطه مني ممكن ينفذوا تهديدهم، ودول الجماعه ما بيهزروش. طب والحل ايه؟ مفيش حل، لازم اديهم براءه الاختراع. انت اتجننت؟ انت اتجننت؟ امال عايزيني اسيبها تموت؟ نفكر. فكر ايه؟ انت بتعرف تفكر ولا تهبب؟ شو مفيش وقت مفيش فرصه، المعاد عندهم الساعه 4 ولا يمكن اسيبهم يقتلوه. محمود التصرف اللي هتعمله ده غلط. ايوه ممكن يعرضك للمساءله القانونيه. انتوا بتفكروا في مصلحتكم وبس. انا بفكر في الانسان اللي وقفت جنبي ساعدتني وامنت بافكاري ومستقبلي وبعبقريتي في الوقت اللي كلكم اتهمتوني بالعتب والبنون. منك الا اشوف فيك يوم يا عبد الجواد انت وانيسه ومراتك تشحتكوا عشان عايزين نتسبب في موته. انتوا كده تبقوا انتوا المجانين والمعادين. محمود ماشي ماشي بلا محمود بلا زفت. انا بقول لك ايه، انا جاي اقول لك الكلمتين دول وبس، انما القرار انا خدته من زمان من ساعه ما عرفت انهم خطفوه. عن اذنك ما تفتحش بقك. فاهم ولا لا؟ يا ابني بلا ابنك بلا زفت. بقول لك ايه، لو بلغت البوليس عيش هتبقى في خطر واني هنتحب في التو واللحظه. فاهمني ولا لا؟ منك الا يا ربي يعني ما يخترعش الاختراع العظيم ده غير المجنون ده. ده من ايه دلوقتي؟ لا يعني ما قدرتش على الحمار، هتقدر على الاحمر منه. محمود يا حبيبي. طب يا شرقانه اكيد امك. انزل زق انت. زق انا هطلعها لك بسرعه. انتوا اللي مستنييني؟ انتوا اللي تبع جون؟ يس جون. منزل ايدك افتح لي الباب.
نزل ايدك. اهلا وسهلا مستر محمود. اهلا سجاد. اهلا ست سوني. انا نفسي افهم ايه اللي جمعكم مع بعض. عايز افهم مع انكم جوه نفسيكم بتكرهوا بعض. احنا مصلحتنا دلوقتي كلنا سوا سوا ان اختراع كبير زي ده ما يطلعش من بلد صغير زي بلدكم. مش معقول بعد ما طول عمرنا بنبقلكوا نيجي نشتري منكوا. دي تبقى مسخرة. ايه دي كمان صعبان عليكم اننا نقب على وش الدنيا. احسن لك تدينا الاختراع. انتوا ايه ما انتوش خايفين بعد ما نخرج من هنا بعد ما عرفنا المكان نبلغ البوليس؟ مش هيزوك على قفاك يا بعد نص ساعة اكزاكتلي كلنا هنكون باي باي برا مصر. يعني هتقتلوني؟ بقول لك هات الاختراع. بعدين حبيبي تعالوا هون تعالوا. حاسبي يا عايشة منك فيها تفعيل ده وقته. من تحت الارض يلا. نامي يا حلوه نامي. ها you
احنا يا كبد امكم. يا نهار اسود، بقول لسعادتك ايه؟ هنخد تحتك. إذا سمحت ناويني البنطلون عشان أضرب ببرستيج. كان من خيرة الشباب. يا ابن الجنية ده القواني ما اقدرش اعمل حرك. ترى اليابانيين وانيجتا هوغايا. تعال تعال جد امك هتغرق. تعال اوقف الشمس. تعال ترى اليابانيين وانيجتا هوغايا. عبد الجواد وسام سام ورجال الامن. ايه الحكايه؟ مش فاهم حاجه. احنا كنا مراقبين العمليه من الاول لاننا حسينا باللي كان ممكن يحصل لك بعد الاختراع العظيم اللي انت اخترعته ده. الله يكرمك، كان في بهايم مش فاهمين الحكايه دي. اتفضل سعادتك. احنا كنا مستنيين لما نشوف هيوصلوا لحد فين ونقبض على العصابه كلها. يا استاذ محمود، انت ثروه قوميه، ازاي كنا هنسيبك لوحدك؟ اهدي اهدي يا امني يا مستتب دي، الذكاء والالمعيه والعبقريه دي، انتوا حمايتني، انتوا اللي بتحموني. بس انا في حاجه مستغلقه عليا، انا عايز افهم ايه حكايه ابو اليزيد دي بقى. ابو اليزيد بعد ما كان بيراقبك قبضنا عليه واعترف بكل حاجه وشغلناه مرشد معانا بعد ما فهمناه ايه هو الوضع. كل ده يطلع منكم يا عم. اهدي اهدي الفكاكه دي. وقالسي جون بيقول بلد صغيره. قال انت فاكرنا بنلعب يا محمود؟ انت فاكرنا بنلعب يا محمود؟ اسكت يا اخويا اسكت. اهو اسكت. انا ما عنديش مشكله بالفارغ ده. امسك. تعال انت يا عيشه. تعال تعال يا حبيبتي. تعال يا عيشه يلي وقفتي جنبي في نجاحي. بيتك وبتعيشتك صنع في مصر. يا استاذ يا باشمهندس،
هو فين؟ احنا لسه الصباح مع الصبح. انا الاشعرينه اللي انت عاملها دي عايز اجي العيد. جالك الموت يا طارق الصرا. قلة الادب اللي على الصبح دي والاعوجاج والتسيب وهذا المصير. انت مش عارف بتكلم مين وانت ما انتش عارف انت بتكلم مين. هكون بكلم مين يا راجل على باب الله؟ ساعي رئيس مجلس الاداره شخصيا. طز طز في مين؟ طز فيه. مش من حق اقول على نفسي طز ولا مره. طب اتفضل بقى كلم البيت. رئيس مجلس الاداره عايزك شخصيا. بتقول ايه؟ شخصيا عايزني. ديك الحلاوه ديك الحلاوه. يا الله يلا يا وش الساعه. ليك الحلاوه. ابقى قابلني ابقى قابلني. صباح الخير يا عبقري. صباح الفل. اخر التنجلين. اخبار المانجا يا ادب؟ يا مانجا دي اللي عندكم خوف تلالالي. تلالالي يا مان. بقول لك ايه؟ قول لامك المانجا بتسلم عن فراغي. هو ده؟ ايوه يا فندم. بلا فاخر انا محمود زاهر عبد الظاهر. ومدي شويه مش فضيله هتلك علي ده مواد هذه مداع. انا طلبت من مجلس الاداره. ايوه فاخرك. لانك عامل لي دوشه في المصنع والشركه. حضرتك فاكر نفسك عبقري زمانك؟ لا مش بسات عبقري. اخرس الأستاذ عبد السلام المدير العام طلب مني إنه أديك فرصة تانية علشان نخلص من العبطات اللي بتعملها دي. عبطات إيه؟ لا أنا عايز أفهم. اخلص. بلا ما يقول لك اخلص اخلص يا محمود. أنا فاهم. ماشي. شوف لو ما مشيتش زي الألف وبطلت شغل الجنان بتاعك ده هفصلك. ده فرصتك الأخيرة بقى محمود. بس استنى عبد السلام بقى. أنت هتنيمني ولا هتنيمني؟ يا فندم يا سعادة البيع أنا عايز أشرح لك. إديني فرصة أشرح لك. اتفضل. متشكر. يستر عارف. أنا قلت لك اتفضل. هدي قهوه بسرعه يا سلام. اتفضل بقى. بعدين نفهمك ما تفهمش حاجه في ايه؟ قصدي يعني حضرتك من درس يعني. بقى 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 محمود دفيت بايدي. جهنم يا روح اللي جابوك. مستر ابليس انت فاكر الدنيا سايبه واعمل لي فلوس كمان. ايه يا ناس؟ انا حقوقي الانسانيه تقدم عليا انياب. انا عايز
عايز تفهم؟ فهمني يا عزيز. أنا مش عايز أضرب بالجزمة بس أفهم أضرب ليه؟ أنا ما عدتش عايز أفهم. سابك لضميرك يا حلوف. يا بيه أنا عايز أفهم، عايز حاجة تخش الدماغ. أوي. مش قصدي. عليك وانا عليك مش وش حالي. انت فين يا استاذ؟ انت كنت فين؟ ده الضرب هنا قبل الركب. ده مش هو يا جماعه. ايه اللي انت عملتوه ده؟ مش هو انا، مش هو عليا ولا بالكلب بتضربوني. ده مؤاخذه يا استاذ، مش انت المقصود. بس ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جاي؟ جاي شقيتي. شقيتك اللي فوق اللي زي دي. انا احنا كنا مستنيين ضيف عشان نرنه العلقه دي، لانه عديم الاخلاق بيعتدي على اعراض الناس. ايه دي يعني؟ هو يعتدي على اعراض الناس وياخد راحته وانا انطرب من كل الناس؟ ها ده منظر واحد بتاع نسوان يا بهايم. ما قلنا متاسفين. ما فيش متاسفين. انت تقول متاسفين انا اقبلها ولا ما اقبلهاش؟ ايه ده ولد انه فختن هولي هولي بترضى ايه وانت صغير؟ اطفال صغيرين يا هولي. ها ها ننزل ايدك، ننزل ايدك. ما قلنا متاسفين. ما قال لك سوري بقى؟ سوري بلطجي مثقف. حقك علينا، ما تزعلش. ما تزعلش دماغك ابوسها. مش عايزين لما هنا بيخون، مش عايزين لما حد يندخل اسعاف الله يكرمك. انت هتلحن الله. انت ايه اللي عمل فيك كده؟ هقول لكم ايه؟ ماني لو حكيت مش هتصدقوني. طب بس اسكت على الاقل، استريحنا من افكارك شويه. افكاري دي مش هتستريح منها يا باشمهندس عبد السلام، فاهمني؟ ها؟ والاختراع بتاعي هينجح باذن الله. الاختراع كله هنا. ها؟ مكنه قد كده اهو اللي هتمشي العربيه زي ما انا عايز، والتجربه هتتعمل في ميعادها. ايه رايك بقى؟ هتتعمل ازاي بس وانت مدشش بالشكل ده؟ هتتعمل ازاي؟ ده انت مدشش. يا جاي تتخانق معايا جاي تديني. انا مدهش صحيح بس دماغي سليم. ايه رايك بقى؟ ما هي دماغك دي اللي وديتك في داهيه لدششتك وهتوديها في داهيه معاك. داهيه؟ عبقري زيي عامل لكم عربيه تمشي بالميه وتقول لي تروحوا في داهيه يا جهله؟ يا ابن ميه ايه والباب ايه؟ لا مش هباب، ميه. يا ابني انت عايز تجنني؟ عايز تجنني؟ ده العالم كله ما قدرش يوصل للي انت عايز توصله ده في يوم وليله. يوم وليله؟ انت اللي بتقول الكلام ده يا عبد السلام بيه. يوم وليله؟ ده انا شغال في مصنعكم تسع سنين وانا في الثانويه العامه، دخلت كليه الهندسه عشان اطور نفسي، عشان اخترع حاجه تفيد مصنعكم وتفيد البلد. تقول لي يوم وليله؟ ايوه انا فاهم، بس انت صعبان عليا. ما تعيش في احلام. برضه بيقول لي احلام. انت بتكسر مقاديف ليه؟ لا انا بمجرد خروجي من المستشفى هخف وابقى صاد سليم، وهعمل التجربه هعملها وهتنجح. بس انت عليك تكلم لي رؤساء بتوع مجلس الاداره، وكلمني الناس بتوع الشركه دول، المديرين بتوع الشركه الزفت بتاعتكم دي، وخلاص. خلصت روحك. خلصت روحك. خلصت روحك. انت هتجنني. هتجنني. هو انت عليك تخرف وانا هتهزع؟ رئيس مجلس الاداره ايه اللي هيجي لك اجتماع زي ده؟ اسمح لي اقدم لك بوكيه الورده باسم الساده الزملاء اعضاء اللجنه النقابيه التي اتشرف. اقول لك ايه؟ انت هتعمل لي فيها خطبه؟ جاي يزورني في قرافه، طلع قرافه علي. هات يا اخويا الورده، هات. يلا يا جماعه انتوا عارفين وشايفين اهو، مش قادر يتكلم. ايه يا عم بصير؟ مع السلامه. لابسين لي بدل. ما شاء الله فرجت. طبعا هم يلموا على حسي في المصنع، انا يلموا طلع لهم ب 200 300 جنيه، جايبين لي بوكيه 5 جنيه. انا هفضحك. ايه بس بقول لك ايه؟ هما كلمتين ورد غطاهم. ها التجربة هتتعمل وهتنجح، ورئيس مجلس الإدارة حي غصب عنه ورجله فوق رقبته. يا إما ها أنت عارفني، ها هشغل لك الخمسة الخفيف. أيوه عارف. أنت عارف الخمسة الخفيف؟ خلاص عارفهم الخمسة الخفيف والستة الطوال وكله. هطيح فيكم واحد واحد. طيب خلاص ألف حمد لله على السلامة يا محمود بيه. انت جاي تخانق، وديني لما هو محشو ما عمل فيك. صباح الخير. اهلا يا عيش. اهلا. الله، ايه مالك يا بيضة؟ ايه بيضة ولا سودة؟ شفتي يا عيش زمايلنا في المصنع عملوا ايه؟ جايين يحطموني ويكسروا مقاديفي. ولا يهمك يا حبيبي، بكره يعرفوا امتى. حسبي. ايه يا عيش عمال اتفاصي. ايه يعني فكرة كده ان الاختراع دي هينجح؟ طبعا يا حبيبي هتنجح ان شاء الله.
انا مؤمنه بيك وبافكارك ايمان مطلق يا محمود. انت عبقري. ايوه بس المهم يعني هطلع لهم لساني ان شاء الله. ان شاء الله. يا سلام يا سلام لو الاختراع ده نجح وكسر الدنيا واتلم انا وانت في بيت واحد والمدعو ابوكي. لا مؤاخذه يعني معلش ما تزعليش، يقتنع ان مقام البني ادم مش بفلوسه، لا بجزمته. اقصد براسه. طب خد خد دول. ايه دول؟ دول 4000 جنيه عشان تكمل صرف على تجربة. لا لا يا عيشة كفاية بقى كفاية، أنا خدت مني كتير وبتكسف. يا حبيبي أنت كل مرة بتتكسف وكل مرة بتاخد. صحيح. خلاص اللي مطمني إن أنا بعيد عن نوتي وفي الآخر هديهم لك على داير المليم. صبركم علي يا أولاد المصنع، صبركم علي. إن ما وريتكم أنا حوريكم إن المهندس ابن الفلاح البسيط هيقلب الدنيا رأسا على عقب يا أولاد الكلب. جاهزين يا فندم. طب يلا عشان انا مش فاضي. انت بتكبسي من اولها. لا مش فاضي ده. احنا بنعمل اخطر تجربه سيارات في القرن العشرين وتقولي مش فاضي دي؟ معلش يا فندم، اصل من كتر الاختراعات مخه اتلحت شويه بقى ناقص 5. لا لا يا عبد السلام بقى، يعني مخ ما اتلحش وانت فاهم كويس قوي ان انا بتكلم صح. بس انت اللي خايف تتكلم دلوقتي علشان ما ياخرلكش العلاوي وما يسحبوش العربيه اللي بتوصل بيها العيال المدرسه. يلا خلصنا، انت هتنزل لنا عشان اختراع اتفضل. حاضر يا عبد الجواد بيه، حاضر. إن ما زليتك حالا دلوقتي على الملأ. خليك معايا عايشة، هطرح القضية. أشكركم يا حضرات لأنكم اهتميتوا بعد 9 سنوات من التريقة والسخرية تقولوا عليا معتوه مجنون. أنا هثبت لكم إن العبقري اللي بيشتغل في مصنعك يا عبد الجواد عمل إيه؟ تجربة بسيطة. سيارة هتمشي بالمية. من غير نعم، من غير سمنتو، من غير اي سائل اخر. بالميه عربيه تمشي بالميه وصحالي هتمشي بالميه. الاختراع دي هيهز العالم عشان نخلص من مشاكل البترول، عشان نغير موازين العالم. ومصر هي اللي بتخترع العربيه دي، هي اللي تعملها وتصنعها. اما في هذه اللحظات العاشره لا يفوتني ان اشيد بالإنسانة اللي سندتني وساعدتني في نجاح هذه الإنسانة، الست عائشة. لو نظرت لها ودققت فيها مش هتلاقوها إنسانة، دي مش منظر إنساني. بتبص على ايه؟ انا بقول مش إنسانة يعني ملاك مش حمار. لا يفوتني الا ان اشكر الآنسة عائشة، الآنسة الباردة الرغداء المدملكة. شكرا. يحب النبي يصلي عليه، يحب النبي يسلم. بس يا جماعة بس يا جماعة ما ينفعش كده، ما ينفعش كده. يلا خلصنا. التجربة اللي احنا بنعملها دي هتهز العالم. طبعا انت لا يهمك ان العالم يتهز ولا ما يتهزش، كل اللي يهمك ان بعد ما تنجح التجربة يعينوك وزير. خلاص بقى يا محمود اتفضل. عشان خاطرك انت بس يا عائشة، انت الوحيدة اللي بحترمك في القعدة دي. بسم الله الهادي. شوفوا يا حضرات، قبل ما ابدا اوريكم التجربة في شوية حاجات كده عايز اني افهمها لكم. ان البنزين اساسا كان بيتحط في التانك بتاعه وبتدور دورة كاملة. احنا عايزين ازاي نحتفظ بالمي؟ عبد الجواد نمت يا عبد الجواد، اصحى. ايه 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 في ايه؟ سيادتك عامل لي مشغول وكل شويه تقول لي مش فاضي مش فاضي وجاي لي تنام. عيب يا محمود. الله، البيه مش نايم ده بيفقر. قصدي بيفكر. عيب عليه هو اللي عيب بقى. اخطر تجربه انا بعملها فريت فيها عمري وتقول لي عيب ويجي ينام لي. ايه تهبيط الهمم ده؟ يا اخي خلصنا في نهارك اللي مش هيخلص ده. ثانية واحدة يا فندم بس. خلاص بقى يا محمود. خلاص بقى يا محمود بلاش فضايح بقى وابتدي. الله مش شايفه مناظرهم يا عيشه؟ مناظرهم كما لو كان رايحين جامع عمر مكرم، مش بيحضروا التجربه ناجحه. المفروض يجوا فرحانين ومزقطزين ومنتعشين. بعدين معاك بقى، ما كفايه عليك، انا مبسوطه يا محمود. خلاص يلا بقى عشان خاطري. ماشي ولا انت مبسوطه؟ خلاص. شوفوا يا حضرات، الجزء اللي هوريه لكم ده، الجزء دي هو اساس الاختراع. بقيه المطار زي ما هو، ما حصلش تغيير كتير.
والجزء ده خاص بتحويل الطاقة المطلوبة العربية من طاقة البترول لطاقة المي. طبعا انت ما انتش فاهم حاجة خالص، انا عارف. اللهم طولك يا روح، لولا ان انا عارف انه سيد وزير الصناعة مستني نتيجة التجربة كنت سبتك ومشيت. اهديه، يعني كمان جاي غصب عنك؟ يا محمود يا اخويا، انت حاطط ليه نقرك من نقر السيد رئيس مجلس الإدارة؟ هو شكله على بعضه كده مش عاجبني. معلش يا شيخ خاطري، معلش. يلا يلا اتكل على الله، يلا عايزين نتفرج بقى على حاجة حلوة، يلا يا حبيبي. طيب يلا صلاح، يلا بسم الله الهادي. بسم الله الهادي. هتبسط وتفرح. لما اقول لك يا صلاح، بسم الله. سمي يا صلاح، سمي المسألة حق مش عارف. ماشي يلا اديك الله. بص كلات لا معلش لواحد، هي بتحصل بتعالى ساعات. شغل يا صلاح. مالك يا ايوه يا اخي، سلكة طالعة مش طالعة. يلا شغل يا صلاح. مفيش يا باشمهندس خالص. ها؟ مفيش. مفيش زاد. مفيش خالص يا باشمهندس. واصل يا صلاح. مفيش يا باشمهندس. يعني ايه؟ مفيش يا باشمهندس. اوعى يا صلاح، اوعى انت، اوعى بوشي. لا. اشتغل. مش مهم النهارده يا محمود، ابقى شغالها في اي يوم تاني. كان لازم تشتغل. فين؟ في المنام؟ يا سعادة البيه هتدور، اكيد هتدور. مش في المنام ولا حاجه، هتدور حالا. حضرتك عارف. عارف ايه؟ عامل لي مخترع وعبقري حضرتك؟ بقى بذمتك ده شكل واحد مخترع؟ ده شكل واحد هيقلب الكون؟ كفايه بقى بيه، كفايه. اخرس. اخرس. انا تذلني؟ انا تفزعني وانا نايم؟ قصدي وانا بفكر؟ اخ لو كان في ايدي انه افصلك كنت فصلتك من زمان، لكن مع الاسف في قوانين عمل. لكن معلش، هيجي اليوم اللي هتقع فيه واخلي اللي يتفرج عليك. اللي ما يشتري يتفرج. اللي ما يشتريش يتفرج. عارف عارف. المخترع قال هزلت. يا فندم اعصابك لا تتجنن زيه يا فندم. هزلت. ما يأس ازاي؟ ازاي يا عايشة؟ انتي اللي حاسة بيا، انتي عارفة مستقبلي في كل اللي بعمله دي. ضيعت 9 سنين من عمري، بقيت هزات، بقيت ملطشة لكل واحد، دلوقتي هتريقوا عليا أكتر. أنا خلاص مش قادر أستحمل، مش قادر. طب يا بابي. أنا فاشل، أنا فاشل، فاشل. خلاص بقى يا محمود. معلش يا حبيبي، قومي عشان نمشي بقى عشان تستريح. خديني قبل ما تتريقوا عليا، بسرعة مش عايز اشوف حد فيكم. لما يفشل لازم ينتحر. ايه بسم الله الهادي. لا دي حتى تبقى موتة بايخة. اجزر اجزر اجزر، لسه هنقطع شرايين، شرايين تتبهدل، تخر منها دم دم. يا ويعني لا يا سلام، لو كان عندي بانيوم كنت غرقت نفسي فيه. لا لا برضه متبايخ وراها معنى سخيف، ما وزوا عليا يقولوا اني غرقت في شبر مي. طب اعمل ايه؟ بس لقيتي.
البوتاجاز. صح. لا لا، حاجه تخنق والدم يزرق ويبقى منظري بيتبلي. لا ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ انا جبان جبان، ما عنديش شجاعه اني اموت نفسي. طب اعمل ايه؟ لازم يكون في حل. الو، ايوه عايش. لا ابدا مفيش مفيش. هكون عامل ايه يعني؟ عامل عايش. طب وليه الياس ده بس يا عايشه؟ قصدي يا محمود، عايزاني افشل الفشل الذريع دي وما يقاسش. ليه؟ واني قبلتي ايه؟ حلوه ده امل عمري.